في منطقة برقش في لواء الكورة في شمال الأردن نبت في هذا اليوم الثامن من أيلول سبتمبر ما يعرف بزنبوط الري أو ما يعرف محليا بالعوصلان أو الغوصلان. هذه النبتة هي تعتبر من نباتات شهر أيلول. استبشر طبعا المزارعون والفلاحون بإزهارها بقدوم فصل الشتاء وموسم مطري خير ومبارك. طبعا يستفيد من هذه النبتة بعد تفتح أوراقها النحل، حيث يستطيع النحل جني الكثير من الثمار العسل الناضج من هذه النبتة.